لقاءات تحضروها مسجلة على صفحتنا على فيسبوك إذاعة الجامعة الأردنية 94.9. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ورح ننتقل معكم الآن إلى فقرتنا ومحورنا القادم، ورح نتحدث أكثر مع الدكتورة هبة حسن، مدرس معلمين أول في أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، عن أثر التعليم الإلكتروني على سلوكيات الطلبة. يعني زي ما بنعرف عم نتجه كثير في الأيام الأخيرة إلى التعليم الإلكتروني والتعليم الرقمي، وأكيد هذا التعليم له العديد من التأثيرات، سواء كانت السلبية أو الإيجابية، على مهارات وسلوكيات الطلبة. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتي دكتورة هبة حسن. يسعد أوقاتك دكتورة. يسعد أوقاتك، صباح الخير عليك دكتورة وعلى المستمعين الكرام. أهلا وسهلا. أهلا فيكي دكتورة. خلينا هيك نحكي بالأول وفي البداية عن التعلم الإلكتروني بشكل سريع، وما فوائد انتقالنا الآن إلى مرحلة التعلم الإلكتروني ودمجها مع مرحلة التعلم الوجاهي؟ يعني سؤال مهم جدا عزيزتي لارا. يعني لما نحكي عن التعلم الإلكتروني فهو يعني ضرورة وحاجة ملحة، وخاصة في الوقت اللي احنا بنعيشه حاليا، وقت التطور السريع في وسائل الاتصال والتواصل، التطبيقات التكنولوجية. فيعني اصبح التعليم الإلكتروني بالإضافة لانه حاجة ملحة، يعني بينعكس هاي الحاجة على الفوائد اللي بيتمتع فيها هذا التعلم الإلكتروني. يعني ما عاد ترف انه ممكن على المعلم اللي يستخدمه او يوظفه او عدم توظيفه. وتعريفه بصورة بسيطة، هو أحد الأساليب الحديثة في التعليم بتكون على كمش التكنولوجيا، تطبيقات التكنولوجيا في عملية التعلم والتعليم. ربما يعني إشارة للسؤال اللي حضرتك تفضلت فيه. يعني بالنسبة للفوائد يعني لهذا التطبيق، أكيد فوائده بتنعكس على حد سواء على كل من المعلم والمتعلم. بالمعلم إنه كيف يوفر الوقت والجهد، كيف إنه معرفة التطبيقات والأدوات التكنولوجية بتساعد على هذا يعني توصيل الأفكار أو تنمية بعض المهارات والسلوكيات عند المتعلم بشكل عام وعند الطفل بشكل خاص بطريقة غير مباشرة. أما عند المتعلم يعني التكنولوجيا أصبحت في كل بيت في كل مدرسة، فيعني من الباب أولى إنه يتم توظيف هذا التعلم في داخل المدارس اللي بتساعد المتعلم على التفكير الإبداعي، التعلم الذاتي، وخاصة إنه أصبح شريك في العملية التعليمية ومش متلقي كما في السابق. يعني عزيزتي، نعم دائما دكتورة بنحكي عن أهمية يعني خلينا نحكي وجود المعلم أو حتى المدرس مع الطلاب، وقديه مهم التفاعل بين المدرس والطلاب في العملية التعليمية، وكمان قديه بيكسبهم هاد مهارات متنوعة. فلما نحكي إنه إحنا بدنا ننتقل لتعليم رقمي للطلبة، فشو معنى هذا الشيء؟ كمان رح يلغي هذا دور المعلم والدور اللي بيقدمه والمهارات اللي بيعطيها هذا المعلم للطلبة؟ تمام. يعني أشرت إلى نقطة جدا رائعة، واستوقفني كلمة إنه قديه يلغي أو عدم إلغاء دور المعلم، على العكس تماما. يعني في التعلم الرقمي والتوظيف التعلم الإلكتروني بشكل عام بأدواته وتطبيقاته كما أشرت قبل قليل، دور المعلم هون دور فاعل جدا في داخل الغرفة الصفية أو في خارج الغرفة الصفية، يعني على حد سواء، لأنه المعلم هنا بده يكون موجه مرشد، يعني عنده المعرفة والإلمام الكافي في كيفية توظيف هذا التعلم وكيف يعني ينمي الـ يعني نحكي عن هالمهارات، المعارف، الاتجاهات عند الطفل. فتوظيف التعلم الإلكتروني والأدوات الرقمية تعزز العملية التعليمية ولا تلغي أي دور من الأدوار سواء كان معلم أو متعلم. نعم دكتورة، هل في يعني سلبيات تم رصدها لهذا الموضوع ويمكن انه احنا نعمل على معالجتها بالايام القادمة؟
يعني كمان سؤال مهم جدا عزيزتي لارا، لكن ممكن يعني أشير لنقطة مهمة جدا قبل الحديث عن السلبيات في التعلم الإلكتروني وتوظيف الأدوات الرقمية. بدنا نحكي عن الإيجابيات، يعني إيجابياتها وخاصة في تنمية سلوك الطفل. لما نتحدث عن سلوك الطفل فأنا بتحدث عن أي نشاط يقوم فيه الطفل، سواء كان هذا النشاط ذهني حركي حتى يعبر عن حاجة. فالمعلم ماذا يحتاج حتى يعدل هذا السلوك أو ينمي أو يعزز، وليس بالضرورة أن تكون السلوكيات سلبية إنما أيضا تكون إيجابية. فهنا يقع على عاتق المعلم أن يكون ملم إلمام تام في حاجات الطلبة، الأدوات والتطبيقات التكنولوجية، كيف يتعامل مع الأطفال. ممكن نطرح مثال بسيط جدا، هي القصص الإلكترونية. يعني القصص، يعني هذه القصص الإلكترونية طبعا تحتاج إلى خطوات عديدة على المعلم القيام بها، وليس أي قصة تتناسب مع أي مرحلة عمرية. هذه نقطة. نقطة ثانية، هذه القصص الإلكترونية ممكن أن تنمي يعني نحكي عنها جوانب عديدة، جانب لغوي، جانب تفكيري إلى آخر، وأيضا في ذات الوقت أهداف غير مباشرة نحكي عنها، مثل مثلا بعض السلوكيات كسلوك المحافظة مثلا على الكتب المدرسية، مثلا إلغاء حادث مثل التنمر أو العنف بطريقة غير مباشرة من خلال النقاش والحوار ما بعد عرض القصة. فهنا ينمي هذه الجوانب الإيجابية ويلغي أو يعدل الجوانب السلبية أو السلوكيات السلبية. لكن أشرت إلى نقطة اللي هي الجانب أو السلبيات، يعني لا بديل ولا غنى عن المعلم عن أولياء الأمور في الاتصال والتواصل. هذه هي النقطة، يعني إذا أردنا أن نقول بأنها هي سلبية أو جانب سلبي، هي آلية الاتصال والتواصل. يمكن حلها بشكل بسيط من خلال التعامل والتفاعل مع الأصدقاء من خلال توظيف التعلم الإلكتروني أو التوظيف المباشر مع العائلة مع المجتمع. نعم، يعني بنتمنى في الأيام القادمة فعلا أنه تصبح كل المدارس، كل الجامعات، كل الأماكن التعليمية قادرة فعلا على أنها تواكب بين التعليم الرقمي والتعليم الوجاهي. والحمد لله، يعني خلينا نحكي دكتورة، إحنا قطعنا شوط ممتاز جدا، يعني من خلال جائحة كورونا من أحد الشغلات الجميلة اللي صارت أنه إحنا استطعنا أنه ندخل التعليم الرقمي بحياة طلابنا بشكل أكبر. نتمنى نمشي بهذا الموضوع يعني في الأيام القادمة أكثر وأكثر. نعم عزيزتي، يعني هناك توجهات عديدة من قبل